بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبايبي طلبة بريب 2 تعالوا نكمل كلامنا عن الووتر ونعرف ايه هي التايبس اوف ووتر ونخلص بإذن الله يونت 1 ونشوف لو لقينا تفاعل كويس هنحل ان شاء الله زي بقية المراحل الجنرال اكسرسايز اللي موجودة في كتاب الوزارة عن يونت 1 بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنورونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام يلا نخلص سوا آخر بارت معانا في يونت 1 ليسون 4 إحنا في الحقيقة عندنا 4 types of pollution لازم كل pollution أعرف إيه الكوز بتاعه إيه الأوريجن بتاعه إيه اللي عمل لي البليوشن ده وأعرف إيه الهارم بتاعه أو إيه الدمج بتاعه إيه مشكلتي معاه يعني هيأذيني في إيه أول نوع من أنواع البليوشن اسمه بايولوجيكال بليوشن وده من اسمه كده جاي من بايولوجي يعني إيه بايولوجي؟ يعني حاجة ليها علاقة بالليفنج أورجانيزم حقيقي آدي أول كوز بتاعنا للبايولوجيكال بليوشن ميكسينج الأنيمال والهيومن ووست سويل وذ يعني نلاقي مثلا الراجل نازل بالحصان بتاعه والبقرة والحاجات دي وبيحميهم في الترع أو بني آدم كده يقوم نازل يعمل تويلت آه، في الـ في الـ في الترعة بقى أو في البحر أو في النيل أو في أي حاجة ده نوع من أنواع البيولوجيكال بليوش أنت بتعمل ميكسنج للوست بتاعة الأنيمال أو بتاعتك مع الووتر طب إيه المشكلة يعني هيعمل إيه؟ لا يعمل لي حاجات كتير الدمج بتاعه أنه ينقل لي الإنفكشن بديزيزز أنا عندي ديزيزز عندي أمراض بتتنقل بالشكل ده مرض أكيد كلكم سمعتوا عنه اسمه البلهاريزيوم المرض ده كان موجود لفترة كبيرة موجود في مصر وموت ناس كتير في الحقيقة لكن الحمد لله البلد في فترة من فتراتها قبل كده كان عاملين حملات عليه ممكن اللي كان بيتفرج على تلفزيون زمان وهو صغير كان يشوف حملة من الحملات دي كانوا بيحاربوا ان الناس ما ترميش القذورات بتاعتها في المية ولا الانيمالز ولا الحاجات دي بالهارسيا دي لو تسمعوا عن مطرب كده اسمه عبد الحليم حافظ هو كان سبب من أسباب موته طبعا الموت بتاع ربنا بس كان سبب من أسبابه مرض البلهاريزي تاني ديزيز عندنا التايفويد وده لحد دلوقتي بنسمع عنه يقول لك أصله هو عنده حمى تايفودية أهي دي هو ده التايفويد بقى اللي احنا بنحكي عليه أو تايتس لو الهيباتايتس دي اسمها بالنسبة لكم صعب نقسمه لحتتين هبة بنت اسمها هبة وبعدين تايتس هيباتايتس الهيباتايتس ده بيجي إيه انفلاميشن التهاب يعني بيحصل في الليفر يبقى البيولوجيكال بليوشن لما اجي اقول لك ايه الاوريجن بتاعه قول لي ميكسينج للانيمال او الهيومن ويست وذود لكن لما اجي اقول لك ايه الهارم بتاعه او ايه الدامج قول لي بقى بالهاريزيا وتايفويد والهيباتايتس تاني نوع اللي كنا بنتكلم عليه من شويه بتاع المصانع اسمه كيميكال بليوشن ده بيحصل فيه discharge الفاكتوريز <توكس> للوستس بتاعتها والسيج بتاعتها في اي ووتر بقى يطلع سي يطلع رايفر يطلع كانال يطلع زي ما يطلع طيب عملت لي نوع بليوشن اسمه ايه اسمه كيميكال بليوشن طب وده بيعمل ايه قال لك بص ده انت ونصيبك بقى على حسب الحاجه اللي هتوصل يعني على حسب المصنع ده رامي ايه او المصنع ده عمل لي للووتر بليوشن او زود الريت بتاع الاليمنت اسمه الليد ده هيعمل ديس للبرينسل سيل هيعمل ايه ديس للبرينسل طيب فيجي يقول لك ايتينج كونتينوس فيش ما انت ممكن ما تاخدش شربش الميه كده كده انت مش هتشرب الميه بتاعه ال... النيل على طول كده مش هيوصلك الليد على طول لكن النيل ده فيه سمك والسمك ده هو عايش في الووتر اللي فيها الليد فتيجي حضرتك بقى تاكل السمك اللي فيه كونسنتريشن عالي من الليد ويبدا لا قدر الله مش احنا يعني ربنا يلطف بينا كلنا يحصل دس للبرينسل طب يا ميس انا هنسى لو بصينا على الليد هنلاقي اخر حرف فيه دي يبقى انا هبدا بيه دي ليد يبقى ديس للبرينوفسل طيب خلاص الفاكتوريز مش هترمي ليد هترمي ميركوري الميركوري ده كان بيعمل ايه الميركوري ده احنا كنا عارفينه وكان ليكويد ميتال ليه لاستر كده علشان نفتكر هو بيعمل ايه ليه بيل مع كده بيبرق كده فبيوصل للاي جامد قوي يعمل بلايندنس هو طبعا الميركوري مش عشان بيبرق هيعمل بلايندنس ما بس بن ايه بنقرب علشان نفتكر ما ندخلهمش في بعض يبقى الميركوري بيعمل بلايندنس واللد بيعمل death of brain cell. طب والارزينيك بقى الارزينيك ده بقى بعد الشر بيعمل ليفر كانسر بيعمل كانسر في الليفر يبقى انا الكيميكال بليوشن مش زي ده كده حته واحده لا ده على حسب الاليمنت اللي زاد الكونسنتريشن بتاعه هيقول لي الدامج ايه يعني اللات بيعمل ديث للبرين سيل الميركوري بيعمل بلايندنس والارسنيك بيعمل ليفر كانسر كده خلصنا أول تو تايبس من الووتر pollution تعالوا نشوف التو تايبس التانيين هما أصلا قريبين من بعض الطيب اللي بعد كده اسمه thermal pollution كلمة thermal جاية من thermal energy يعني heat اللي حصل ان كان فيه nuclear reactor مثلا اللي هي المفاعلات دي وكان ال nuclear reactor ده احنا اتفقنا قبل كده في lesson 2 ان لما بنعمل له كولينج بنعمل له كولينج بالصوديوم بالليكويفايد صوديوم وبيعمل ترانسفير للهيت دي من انسايد ذا نيوكليير رياكتور لاوتسايد nuclear رياكتور طيب لو فرضنا بقى ان النيوكليير رياكتور كده رخم ومش عايز يستخدم النيتروجين ده هو هيطفي او هيبرد النيوكليير رياكتور ده ويرمي الوتر اللي برد فيها يرميها في الوتر العادي في السي بقى او في الـ او في الرايفر أو, أو, او في اي مكان طبيعي جدا الووتر اللي نازله دي سخنه قوي فهتعمل ريزنج للتمبريتشر بتاع المارين زون دي المكان اللي اترمت فيه المياه السخنه اللي عملنا بيها كولنج للنيوكلير رياكتور دي المكان ده الووتر اللي فيه كله temperature بتاعتها زادت طب وايه المشكله يعني ووتر والتمبريتشر بتاعتها زادت هي اصلا الليفنج اورجانيزمز اللي عايشه في الووتر دي بتتنفس ازاي يعني عمرك سألت نفسك كده السمكة اللي عايشة في الوتر دي تاخد نفسها ازاي؟ ما هي أكيد عايشة بالأكسجين برضه بتتنفس ازاي؟ ربنا خلق لها النوز بتاعتها مش زي النوز بتاعتنا كده مش بتاخد الأكسجين من الإير لا النوز بتاعتها اللي هي بيسموها الخياشيم لو حد شافها قبل كده وما بتنظف سمك النوز بتاعتها أو الخياشيم بتاعتها دي بتاخد الأكسجين اللي دايب في الووتر هو ربنا خلقها كده بتاخد الأكسجين اللي دايب في الووتر لو التمبيرتشر بتاعه الووتر دي زادت اول حاجه هتحصل ان الاكسجين اللي دايب في الووتر ده هيطلع بره مش هيبقى موجود تيجي الفيش اللي عايشه في الووتر اللي التمبيرتشر بتاعته زادت دي تيجي تتنفس تيجي تاخد الاكسجين من الووتر مش هتلاقي اكسجين في الووتر فيحصلها دث يحصلها دث او حصل هنا عندنا ديستروي للمارين كرياتشر اللي موجوده في الزون دي يبقى الثيرمال بليوشن عمل لي ديستروي للمارين كريتشر اللي موجودة في الزون دي حصل منين؟ حصل من إن هو حد عمل كولينج للنيوكلير رياكتور ورمى المادة اللي عمل بيها كولينج دي سواء كانت ووتر أو غيره ورماها في الزون دي فعملت ريزنج للتمبريتشر عشان كده سميناها ثيرمال بليوشن ثيرمال إن كلمة جاية من الهيت النوع التاني نيوكلير رياكتور برضه بس الراجل ده بقى ما عملش كولينج ورمى الووتر لا ده رمى الويست نفسها او مش شرط يكون رماها بارضه حصل فيها ليكج في الراديو اكتيف دي يعني ايه ليكج يعني حصل تسريب شويه راديو اكتيف ايليمنت دي بدات تطلع بره النيوكليير رياكتور طبعا دي مشكله كبيره جدا بتزود الريت اوف كانسر يبقى النيوكليير رياكتور كده عمل لي مشكلتين عمل لي ثيرمال بليوشن وعمل لي راديانت بليوشن السؤال ده بيجي لنا على طول في الكومبليت يجي يقول لي النيوكليير رياكتور كوز نقط ونقط بليوش ثيرمال وريديانت وساعات يجيبها لي ترو فورس نيوكليير رياكتور كوز بايولوجيكال بليوشن اند ريديانت بليوش غلط طبعا النيوكليير رياكتور أمصيبة بس بيعمل لي بليوشن في الاثنين دول بس ثيرمال والريديانت تعالوا نشوف بقى ازاي نحافظ على الووتر بتاعتنا من البليوشن ده شوية حاجات بقى نقدر نعملها علشان نحمي الووتر بتاعتنا من البليوشن أول حاجة نوقف الكلام اللي كان حصل في الأول ده نعمل بريفنت إن حد يعمل جيت ريد أوف السيوج أو الويست بتاعت الفاكتوريز بقى أو بتاعت الانيمالز أو الديد انيمالز وكل الحاجات دي نعمل لها بريفنشن نمنعها خالص تاني حاجة ممكن نعملها إن إحنا كل شوية نعمل ديس للدرينكينج ووتر تانك الناس اللي مركبة خزانات كبيرة تانكس كبيرة فوق العماير علشان تخزن الوتر دي كل فترة والتانية بتعمل لها ديسانفكشن بتجيب شركة تطهرها وتعقم تالت حركة بقى وإحنا كمصريين للأسف بنعملها كتير ولازم نبطلها ما ينفعش نعمل ستور للتاب ووتر في البلاستيك الأزايز المية ما ينفعش نستخدمها تاني ونخزن فيها ووتر هنعرف كمان شوية ليه رابع حاجة لازم نعمل سبريدنج للأويرنس ده نقعد نكلم الناس إن إحنا لازم نحافظ على الووتر من البليوشن والبلد كمان المفروض تعمل developing للستيشن بتاعت الووتر بيوريفيكيشن المحطات بتاعت اللي بتعمل بيوريفيكيشن الووتر اللي بتخلي الووتر مور بيور لازم نعمل لها من فترة تانية ديفلوبمنت وكمان نعمل ديورينج وكمان نعمل periodical analysis للووتر علشان نحدد الووتر دي فعلا valid للدرينكينج ولا لا فعلا صالحة ان انا اشربها واستخدمها ولا لا تعالوا بقى نشوف الجيف ريزونز اللي مهمة قوي اللي related بالجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه اول حاجة جيف ريزون كان بيقول لي ليه البيور ووتر ملهاش اي افكت على البلو ولا الريد Litmus بيبر هنقول علشان البيور ووتر ليها neutral افكت على litmus paper تاني حاجة بقى مهمة أوي كنا جبنا سيرتها فوق إن هوف مان لما جه حط الووتر ما حطهاش بيور ووتر حطها أسيديفايد ووتر يعني دايليوتد سلفوريك أسيد أو صوديوم كربونيت حطها على الووتر الكلام ده حصل ليه؟ علشان البيور ووتر دي بات كوندكتور أوف إلكتريستي مش هتشتغل مش هتوصل إلكتريستي فبالتالي الإكسبيرمنت كلها على بعض مش هتنفع علشان يخلي الووتر دي تعرف تعمل كوندكتور للإلكتريستي خلاها acidified water قلنا علشان الـ pure water دي bad conductor of electricity الجيفريزون اللي بعد كده بيسألني ليه الـ glowing بتاع السبلت حصل له increase لما قربناها عند الأنود اللي بيزود الـ increase بتاع الجلوينج بتاع الـ split هو الأكسجين بس يبقى الأكسجين جاز هو اللي evolve عند الأنود وبالتالي عمل ليه increase للجلوينج of split. السؤال بقى اللي لسه حاكينه من شوية ليه ما ينفعش نعمل ستور للتاب ووتر في البلاستيك بوتل علشان التاب ووتر دي اللي موجودة في الحنفية دي بيحطوا عليها جاز اسمه كلورين جاز ده بيستخدموه as disinfectant معقم كده للووتر بيحطوه بريش معينة والكلورين جاز ده بيعمل رياكت مع البلاستيك فبيزود الريت بتاع الانفكشن اوف cancers علشان كده بنقول ما نحطش التاب في البلاستيك بوتر علشان التاب بوتر فيها كلورين جاز بيعمل رياكت مع البلاستيك ويزود الريت اوف انفكشن اوف كانسر اخر جيف ريزون معانا ليه الثيرمال بليوشن عمل ديستروي للمارين كريتشر قلنا علشان الثيرمال بليوشن ده خلى السيباريشن للديزولفد اوكسجين في الووتر فخلى الليفينج اورجانيزم دي مش عارفه تعمل بريس ديو تو سيبريشن اوف ديسولفد اوكسجين ان ووتر وبكده حبايبي يبقى خلصنا ليسون 4 ومعاه يونت 1 اتمنى يكون يونت 1 بقت اسهل واوضح ذاكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق